الهيئة الاقتصادية تدعو إلى انتخاب رئيس لإنقاذ الجمهورية. للعام الثالث على التوالي والمشهد نفسه يتكرر. هيئات اقتصادية تجتمع في مؤتمر واحد وتدق ناقوس الخطر لإنقاذ ما تبقى من الجمهورية واقتصادها. هذه المرة جاء المؤتمر تحت عنوان انتخب رئيسا كي تبقى لنا جمهورية. إن المطلوب اليوم الاحتكام إلى اللعبة الديمقراطية التي تستوجب من السادة النواب النزول إلى المجلس النيابي وانتخاب رئيس الجمهورية اليوم قبل الغد. تتالت كلمات المؤتمرين كل بحسب اختصاصه مع التشديد الدائم على ضرورة انتخاب رئيس. إن سوق العمل مغلق أمام العمال اللبنانيين لمصلحة النازحين السوريين، كما أن الأعمال الصغيرة والمتوسطة هي التي تساعد على خلق فرص عمل وتسند الاقتصاد أصبحت مهددة نتيجة المنافسة غير الشرعية من قبل النازحين إلى لبنان. ينبغي أن يدرك الجميع أن تفاقم مظاهر الوهن في البنية الدستورية للدولة اللبنانية لا بد من أن يؤدي إلى مزيد من التباطؤ بل الركود الاقتصادي، ما سينعكس بدوره سلبيا على أداء القطاع المصرفي. فإن الفرص التي فاتت على الاقتصاد اللبناني بين عام مطلع عام 2011 ونهاية العام الجاري تلامس 13 مليار دولار. هذا الرقم يقارب ثلث الناتج الوطني اللبناني. نريد بلدا، نريد دولة، نريد وطنا، نريد لبنان، نريد رئيسا كي تبقى الجمهورية. الهم الأمني طغى على كلمات المؤتمرين الذين أكدوا أن لبنان قادر على محاربة الإرهاب ولكن ليس من دون رئيس. الظروف الاستثنائية عم تسمح للسياسيين بالتجديد لمجلس النيابة. وين الظروف الاستثنائية للاستحقاقات اللي نحن عنا إياها كقطاعات انتاجية بهالبلد؟ ليش الانذارات بتجينا من الضمان ومن المالية ومن غير استحقاقات؟ ليش نحن ما عنا ظروف استثنائية مثلنا مثل السياسيين؟ بوقت من الأوقات كان مجلس النواب مسكر، فتح مجلس النواب راحت الحكومة. اليوم في حكومة مجلس نواب بس ما في رئيس جمهورية. شو استكتروا علينا انه هالمؤسسات الثلاثة يكونوا موجودين مع بعض؟ ممنوع انه الحكومة تتصرف بسذاجة وبراءة مثل تلاميذ المدارس بالوقت يلي الخطر عم بحصرنا من كل النواحي. وضع سياسي غير مريح وأمن يبعث إلى القلق، فهل تلقى صرخة أهل الاقتصاد صداها قبل فوات الأوان؟